السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في درس الجمعة مع متن أبي شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. في بداية الكلام أهنئكم بأننا قد انتهينا من المرحلة الأولى من كتاب متن أبي شجاع، وقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذا. وكتاب الطهارة هو أول مرحلة من مراحل الكتاب، وأظن أنه من يعني تخطاه ومر به وعرج عليه إن شاء الله سيكون فاتحة خير على بقية الكتاب. ونبدأ ب يعني كتاب من الكتب المهمات، بكتاب الصلاة من متن أبي شجاع. نقول وبالله التوفيق. قال أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كتاب الصلاة. الكتاب فيه أربع إعرابات. الإعراب الأول أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الصلاة. الإعراب الثاني أنه مبتدأ وخبره محذوف، أي كتاب الصلاة هذا محله. الإعراب الثالث أنه منصوب بفعل محذوف تقديره اقرأ كتاب الصلاة أو تعلم كتاب الصلاة. الإعراب الرابع أنه مجرور بحرف جر حذف هو وعامله، كتاب الصلاة، أي في كتاب الصلاة. وهذا كما يقول العلامة الباجوري أضعف الأوجه، لأن العرب لا تعمل حرف الجر محذوفا، بل إذا حذفت حرف الجر نصبت على نزع الخافض، فتقول لغة واصطلاحا وشرعا، فالعرب لا تعمل حرف الجر محذوفا، بل إذا حذفت حرف الجر نصبت على نزع الخافض، فيقولون لغة أي في اللغة، وشرعا أي في الشرع، وهكذا. واختلف العلماء في أفضل هذه الأوجه تقديرا. الشيخ الباجوري في كتاب فتح رب البرية كان يرجح بين الأول والثاني في كلام لا علاقة لنا به الآن. كتاب الصلاة، والكتاب لغة هو الضم والجمع، وقد تكلمنا على ذلك قبل ذلك، ضم وجمع. يعني إيش ضم؟ يعني وضعنا الأشياء متجاورة متلامسة كانت ضما، وضعناها متجاورة غير متلامسة كانت جمعا، وضعناها متجاورة متلامسة كانت جمعا. فالضم أخص من الجمع، والجمع أعم من الضم. فالكتاب هو الضم والجمع، وسمي به هذه المكتوبات كتاب لأننا قد ضممنا الحروف مع بعضها حتى أن الحرف وصل بالحرف فصار مضموما، ووضعنا الكلمة بجوار الكلمة فكانت مجموعة، وهكذا. ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، تكتب بنو فلان يعني اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض لنصرة ذويهم. ومنه تسمى الكتيبة في الجيش كتيبة، لماذا؟ لأنها
يعني رجال مجتمعون منضمون من أجل الحفاظ على أمن الوطن. والكتاب هذا هو يعني حده في اللغة، وأما حده في الاصطلاح فهو اسم لدال جملة من العلم مشتملة على أبواب، فصول، مسائل غالبا. تاني، الكتاب اسم للدال، يعني اسم للألفاظ. عندما أقرأ وأقول هذا كتاب يبقى الكتاب اسم للألفاظ التي نتلوها، باعتبار أن هذه الألفاظ تدل على جملة من العلم. هذه الجملة إما أن تكون بابا، وإما أن تكون فصلا، وإما أن تكون مسألة، وهكذا. فهنا يقول كتاب، وهنا كتاب مضاف والصلاة مضاف إليه. وقال المحققون كتاب الصلاة على حذف مضافين. ما أنا ما يعني عندما نرسل للعلم نريد أن نخرج يعني أفضل ما نعرف. فالتقدير كتاب بيان أحكام الصلاة، لأن أبا شجاع ما تكلم على تعريف الصلاة، وإنما تكلم على أحكام الصلاة، على بيان، وإنما بيّن أحكام الصلاة. فهذه الإضافة على حذف مضافين، كتاب بيان، لأنه بيّن أحكام الصلاة. والأحكام جمع حكم، والحكم هو النسبة التامة المكونة من مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، وهكذا. كتاب الصلاة. والصلاة، الصلاة لغة الدعاء، وقيل هي الدعاء بخير، وقيل هي مطلق الدعاء سواء كان بخير أو كان بشر. يعني عندما تقول اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا دعاء بخير. وعندما تقول اللهم عليك بفلان، قطع أقدامه وأزل أطرافه واجعل مناخيره في رأسه وتحت كل هذا من باب الدعاء بشر. هل هذا يسمى صلاة؟ بعضهم يقال هذا يسمى صلاة. فالصلاة في اللغة الدعاء، إما بخير وإما مطلقا، بخير أو بشر. طب في الاصطلاح أي في الشرع، قالوا أقوال خمسة كما ذكر الشراح ذلك، وأفعال يعني أفعال ثمانية. خمسة وثمانية يدون كم يا مشايخ؟ 13. خمسة وثمانية يدون كم؟ لا أنتوا واضحين، 15 ولا 13؟ 13. يبقى أركان الصلاة كام؟ 13 ركن. ده على ال على المنهاج. 17 هنا، 18 هنا، 18 لا 18 مش 5 و8، لا هنا أركان الصلاة ذكرها أبو شجاع 18 ركن. ليه؟ لأنه ضاف على الـ13 اللي ذكرهم الإمام النووي، وطريقة الإمام النووي هي الراجحة. ولذلك الشراح لما ذكروا هذا التعريف قالوا 5 كلام و8 أفعال يبقوا 13، لأنهم اعتمدوا في العد طريقة الإمام النووي في المنهاج. أما الإمام أبو شجاع وهو من كبار علماء الشافعية، فذكر أن أركان الصلاة 18 ركنا، 13 التي ذكرها الإمام النووي، وزاد عليها 4 طمأنينة، وزاد عليها نية الخروج من الصلاة.
يبقى كام كده؟ 18 بالصلاة على سيدنا النبي. سيدنا الإمام النووي قال لا هم 13. طب وهتعمل ايه مولانا الإمام النووي في الطمأنينة؟ قال الطمأنينة أنا هجعلها يعني مش ركن، هجعلها هيئة، مش هيئة، جزء من الركن، يعني كأنها شرط للركن. طب وهتعمل ايه مولانا في نية الخروج من الصلاة؟ قال الراجح أنها ليست ركن وإنما يستحب، هذا ما اختاره المتأخرون وهذا هو المعتمد في مذهب الإمام الشافعي. الشيخ خيري نبهنا على شيء مهم، إن احنا كان ينبغي علينا أن نقول هذا، أن نقول هذا على طريقة الإمام النووي، وأما ما ذكره الشيخ هنا فنعم هي 18 لكنها طريقة مرجوحة وليست راجحة. والتعريف الذي ذكرناه إنما ورد على الراجح في المذهب، لكن التنبيه على هذا في هذا المحل مهم جدا. بارك الله فيك. أفعال ثمانية مفتتحة، أي هذه الأقوال والأفعال مفتتحة، يعني إيه؟ يعني مبتدأة، يعني بدايتها التكبير، والتكبير ركن من الأركان القولية. مختتمة بالتسليم، يعني نهايتها وختامها والخروج منها إنما يكون بالتسليم، أي بقولك يمينا، يمينا دي سنة، أما لو لم تأتي يمينا ولا شمالا وقلت السلام عليكم هكذا أتيت بالركن وفاتتك السنة وضاع عنك الثواب. بالتسليم بعضهم يزيد في التعريف بشرائط مخصوصة، وهذا يعني ما ينبغي أن يأتي في التعريف لأن الشرائط خارج عن حقيقة التعريف. الشرط ده يعني عبارة عن ما تتوقف عليه الحقيقة والماهية، الماهية وحقيقة الشيء إنما تتم بأركانه فقط، يوجد الشيء بأركانه. وأما الشرائط أيضا هي معتبرات ولا بد منها، ولكن الحقيقة للركن فقط، فعندما تعرف الحقيقة تأتي بالأركان ولا تذكر الشروط، وإنما تذكر الشروط من ضمن معتبرات الشيء ومن ضمن أنه لا يتم الشيء ولا يوجد إلا بهذه الشروط. خلاص. إلا الأقوال، تكبيرة الإحرام، الأقوال خمسة، تكبيرة الإحرام، الله أكبر، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير رقم ثلاثة، الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أربعة، بعده أي بعد التشهد التسليمة الأولى، يبقى كده خمسة. الأفعال النية، لأن النية عمل القلب، والقيام والركوع والاعتدال من الركوع والسجود مرتين بالفصل بينهما، والجلوس بين السجدتين فصلا ركن، والجلوس الذي يعقبه السلام ركن، والترتيب، لأن الترتيب يعود إلى الجعل، أن تأتي بالصلاة على هيئة معينة فهو ركن من الأركان. واتكلم علماؤنا في أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة، وقيل لا، كانت قبل الهجرة بستة أشهر. وعلى كل حال الأول أعتقد أنه أرجح لأن المحققون بدأوا الكلام به. بعد ذلك قال، قال رحمه الله سبحانه وتعالى: الصلاة المفروضة خمس. بس الصلاة المفروضة خمس، صلاة مفرد ولا جمع؟ مفرد. طيب والصلاة تعريبها ايه؟ مبتدأ.
الصلاة المفروضة، المفروضة دي صفة للصلاة. لأن احنا بنقول له الصلاة المفروضة، هذا مبتدأ والمبتدأ مفرد، فكيف تخبر عنه بأنه خمس؟ انت بتقول الواحد خمسة، كيف يكون الواحد خمسة؟ ولذلك وجد في بعض نسخ الكتاب الصلوات المفروضات خمس، فعلى هذه النسخة لا إشكال، لأنه يشترط في الخبر أن يكون مطابقا للمبتدأ في العدد. فعندما تقول الصلوات جمع تخبر عنها بأنها خمس، فالجمع يحتمل الخمسة، ولكن تقول الصلاة المفروضة، قال نعم يجوز. لماذا؟ انتبه، الألف واللام للعموم. طيب يبقى الصلاة الألف واللام هنا كما يقول المحقق الباجوري تفيد العموم والاستغراق، كأنه قال كل الصلوات خمس، يعني كل الصلوات المفروضات خمس صلوات. هو قال يا أخوانا إما أن تكون للعهد، والعهد إما أن يكون ذكري، وإما أن يكون عهد ذهني، وإما أن تكون أل للاستغراق، وإما أن تكون أل للجنس. للجنس يعني إيه؟ يعني للحقيقة. لما يقول الصلاة يعني حقيقة الصلاة من حيث هي بغض النظر عن الأفراد. وعندما يقول الصلاة وتكون أل هنا للاستغراق، يعني معناها كل فرد من أفراد الصلاة. فأل التي للجنس إنما ينظر فيها للحقيقة وللماهية الذهنية، وأما التي للاستغراق ينظر فيها للأفراد للجزئي مش للكل. ولذلك قال هنا للاستغراق، يعني كل الصلوات للعموم، والعموم ده معناه الشمول. لكن هذه النسخة بهذا التفسير تؤول إلى النسخة الأخرى التي هي بمعنى الصلوات، وحينئذ على النسخة الأولى وعلى النسخة الثانية يتطابق المبتدأ والخبر، لأن النسخة الأولى قال فيها للعموم والاستغراق وليست للجنس، وعلى النسخة الثانية وهي الصلوات فهي مجموعة يخبر عنها بخمس. ما لماذا نقول هذا؟ هذا علم بيجعلك كيف تطبق الأدوات، كيف تفهم المعاني، كيف يعني تنتقل من علم إلى علم عندما تتكلم عن الحقيقة الذهنية الكلي والجزئي منطق، عندما تتكلم عن أل العموم لغة وأصول، عندما تتكلم عن التطابق بين المبتدأ والخبر نحو، هكذا يكون العلم معك في كل مستوياته وفي كل أنواعه وفنونه، حتى تكون متقنا في تطبيق الأحكام والصناعة على كلام البشر، فإذا تعاملت مع كلام الله كنت أكثر إفادة. طيب قال والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، يعني قال والصلاة المفروضة، يعني المفروضة إيه؟ المفروضة أصالة، حتى تخرج الصلاة المنذورة. فممكن أنت توجب على نفسك أن تصلي الوتر، فأصبح في يومك ست صلوات واجبة، فتقول كيف أقول المفروضة خمسة والفرض عندنا كالواجب؟ أدى المفروضة أصالة يعني بفرض الشرع ابتداء، وأما المنذورة هذه فأنت أيها المكلف قد فرضتها على نفسك، لأن أصل المنذورة الندب، يعني صلاة الوتر أصلها مندوب، أنت حولتها بعد ذلك بإلزام نفسك إلى واجبة.
وخرجت بالمفروضة صلاة الجنازة لأنها مفروضة على الكفاية، لكنه لما قال والصلوات المفروضة خمس يقصد المفروضة على الأعيان، خرج بذلك المفروضة على الكفاية. والصلاة فرضيتها معلومة من الدين بالضرورة فيكفر جاحدها. يعني إيه معلومة من الدين بالضرورة؟ يعني صار علمها مثل الأشياء التي علمت بالضرورة، كوجود مثلا مكة، ما لا يستطيع الإنسان أن ينكر وجود مكة ووجود المدينة، كما أنه لا يستطيع أن ينكر وجوب الصلاة بعد أن يعرف بها ويعلمها علما واسعا شائعا ذائعا، لا يسع الإنسان بعد ذلك إنكاره. فإذا بعد ذلك تجبر وأنكر فإنه يكفر. ولذلك قال وفرضيته معلومة من الدين بعلم مثل العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى يعني كسب وإلى لا يحتاج إلى دليل ولا 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 إلى آخره. لما أقول لك مثلا الواحد نصف الاثنين، هل هذا يحتاج إلى دليل؟ ده بدهي. ولا يعذر أحد في تركها ما دام عقله باقيا. فهي عجيبة، لا يعذر أحد في تركها ما دام عقله باقيا. فإذا كان فيه عقل وجبت عليه الصلاة على أي حالة كان وعلى أي وضع كان، فلا يعذر أحد في ترك الصلاة بخلاف بقية الفرائض والعبادات. وقالوا خمس أي في اليوم والليلة، فالجمعة كذلك في يومها وليلتها خمس صلوات. ثم بعد ذلك قال الظهر، بدأ بالظهر، يعني هنا يتكلم على المواقيت، وبدأ كغيره بالمواقيت لأنها الأكثر، يعني لأن أكثر المصنفين بدأوا بها. أكثر المصنفين في المذهب الشافعي لما بدأوا يعني الصلاة بدأوا بذكر المواقيت، والمواقيت جمع وقت، وليس مواقيت عامة، وإنما يتكلم على مواقيت الصلاة لأن لها بداية ولها نهاية. طيب قال والظهر لغة ما بعد الزوال. عندما تقول ظهر في لغة العرب معناه بعد الزوال. واصطلاحا اسم للصلاة المخصوصة التي تفعل في ذلك الوقت، اسم للصلاة المخصوصة اللي هي الأربع ركعات التي لها شروط وأركان معينة تفعل في ذلك الوقت اللي هو وقت الظهر. وبدأ بالظهر كغيره، يعني هم أولا السؤال الأول لماذا بدأ بالمواقيت؟ لأن أكثر المصنفين من العلماء الشافعية بدأوا في الكلام على الصلاة بالمواقيت. ولماذا بدأ بالظهر؟ قال لأنه كغيره، العلماء أيضا لما بدأوا كتاب المواقيت بدأوه بصلاة الظهر، قالوا لأن الله تعالى قد بدأ بها في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى كلامه عن الصلاة ببدء بصلاة الظهر. قال ولأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، أول صلاة ظهرت وفعلت هي صلاة الظهر. ولذلك لما سميت صلاة الظهر سميت لأمرين، للوقت ومن حيث إنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، لأن سيدنا جبريل عليه السلام نزل إلى خير خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه كيف يصلي، وبدأ معه من صلاة
الظهر. ها؟ وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. جميل. وأول وقتها، يعني وأول وقت هذه الصلاة المخصوصة زوال. زوال يعني إيه زوال؟ طيب الزوال، زوال الإيه؟ زوال الشمس. الشمس يعني بعد طلوعها تظل تسير إلى أن تستقر في وسط السماء، فإذا استقرت في وسط السماء بعد ذلك انتقلت إلى جهة المغرب. انتقالها من الوسط إلى جهة المغرب به يدخل وقت الظهر. هذا الانتقال إما أن يكون في الحقيقة ونفس الأمر، أي فيما في علم الله في الواقع في الوجود الخارجي، وإما أن يكون فيما نرى. التكاليف معلقة بما نرى أم معلقة بالواقع ونفس الأمر؟ لا، معلقة برؤيتنا، فلا علاقة لنا بأنها قد انتقلت في الوجود الخارجي، لأنها تنتقل في الوجود الخارجي ولا يصلنا ذلك إلا بعد فترة فيظهر لنا في العيان. فالشارع قد علق الأحكام بالظاهر ولم يعلقها بالحقيقة ونفس الأمر، لأننا لا اطلاع لنا عليها. طيب يبقى زوال إيه؟ قالوا زوال الشمس يعني انتقالها في العين وفي الرؤية من وسط السماء إلى جهة المغرب. ولذلك قالوا يدخل الوقت بعقب زوال الشمس، وأول وقتها أول وقت صلاة الظهر، وقت عقب الزوال. فعقب زوال الشمس على حذف مضافين، المضاف الأول وقت، والمضاف الثاني عقب، لأنه هو مش وهي بتنتقل كده الوقت بيدخل، لا ده لما تميل، لما تنتهي من ميلها، لما تنتقل من نقطة إلى نقطة، لأن لها درجات. اللي بيدرس فلك الشمس دي لها درجات في التحرك، فهو على حذف مضافين لأن الزوال هو الميل لغة، فلا يصح أن يكون أول الوقت. الميل نفسه مش أول الوقت، أمال هو إيه اللي أول الوقت؟ وقت الميل مش الميل نفسه، لأننا نتكلم عن أوقات وأزمان الصلاة، وما دام هذا فيبقى أول الوقت هو الوقت الذي يتم فيه الميل. طب ولا يبقى احنا تكلمنا على المضاف الأول والمضاف الثاني، ولا يصح أن يكون وقته أول الوقت اللي هو الميل، فلا يصح أن يكون وقته أول الوقت، لأن وقت الظهر إنما يدخل بالزوال، يبقى لازم يبقى بعد الميل. ليه؟ لأن الميل ده سبب في وجوب الصلاة، والصلاة ديت مسببة، ولا بد أن يتقدم السبب اللي هو الميل على المسبب وهو وجوب الصلاة. ولذلك قالوا أول وقتها عقب وقت الزوال، اكتبها عندك كده، أول وقتها عقب وقت الزوال، عقب وقت الميل. طيب بعد ذلك، والمراد زوال الشمس بالنظر لما يظهر لنا، قلناها ديت. فلو شرع، الافرض ان هو شرع في التكبيرة قبل ما يظهر له يعني عقبية ميل الشمس عن وسط السماء، يعني قال الله أكبر ثم بعد ذلك رأى الشمس تنتقل
واستقرت. لكن في الحقيقة نفس الأمر، كانت الشمس منتقلة قبل أن يراها وقبل أن يقول الله أكبر. فما حكم هذه الصلاة؟ قالوا هذه الصلاة باطلة، مع أنه قال الله أكبر بعد تمام انتقالها في الواقع وقبل انتقالها فيما يظهر له. لماذا؟ قالوا لأن التكليف إنما يتعلق بالمشاهد لا بالواقع ونفس الأمر. طب هو يعرف الكلام ده منين؟ يوم القيامة ربنا يخبره ويقول له خلي بالك أنت صليت في الوقت اللي الشمس في الواقع ونفس الأمر انتقلت فيه، ولكن أنت ما شفتش الانتقال، وأنت شرعت في تكبيرة الإحرام قبل أن ترى الانتقال، فقد شرعت في تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر قبل دخول وقتها فيما يظهر للمكلف. واضحة جدا ولا مش واضحة؟ قال وآخره أه؟ وآخره إذا يا مولانا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله. مثله ديت إيه؟ خبر صار بعد ظل الزوال. هو إيه الظل؟ هنا ورد الظل مرة، ورد الظل مرتين. الظل لغة هو الستر. تقول جعلنا الله في ظلك، يعني ربنا دايما يسترنا بيك، يعني يجعلنا في سترك وكنفك وأمانك. كما أننا نقول جعلنا الله في ظل مشايخنا وفي ظل أولياء الله الصالحين وفي ظل العلماء العاملين، يعني جعلنا الله يعني إيه في سترهم، مستورين بهم، مرحومين بهم من العذاب والعقاب. واصطلاحا أمر وجودي، أمر وجودي مش عدم، ده خيال بيظهر لك خياله، والخيال ده إيه؟ وجودي. يخلقه الله لنفع العبد. لنفع العبد إزاي؟ لأنك عندك لما تكون الشمس شديدة وتكون الحيطة يعني عاملة خيال وظل، بتذهب إلى هذا الخيال والظل تحتمي به من شدة الحر. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الظل ليحميك من شدة الحر ومن ألم الحر، ولنفع غير العباد كالفاكهة. عارف الفاكهة لو وضعت في الشمس تتلف بسرعة وتنضج بسرعة شديدة وتفسد. يأتي الظل ليحميها من شدة الشمس. والفيء، الفيء هو أخص من الظل، لأن الفيء ده عبارة عن يا مشايخ عبارة عن ظل بعد وقت الزوال، يعني الظل قبل وقت الزوال يسمى ظل فقط، بعد الزوال يسمى إيش؟ يسمى ظل وفيء. ليه؟ قالوا لأن الفيء ده معنى الرجوع، فاءت يعني عادت، حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى تعود إلى شرع الله وإلى أمر الله سبحانه وتعالى. أين العودة؟ قالوا لأن الظل بعد الزوال عادت، عاد من جهة إلى جهة، عاد من يعني تخلي بالك كده، أول ما تطلع الشمس بتعمل لك ظل لناحية إيه؟ لناحية المغرب، ويظل هكذا 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 هكذا، ولما بيطلع تطلع الشمس هكذا صباحا تجد ظلك طويل. فإذا ارتفعت الشمس ارتفعت يتناقص الظل. فإذا جاءت الشمس ووقفت في وسط السماء استقر الظل على قدر معين إن كان هناك ظل. ثم بعد ذلك إذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب انتقل ظلك إلى جهة المشرق.
فقد رجع الفيء والظل من مكان إلى مكان. في مكة كما يقول العلامة الشيخ البجوري تابعا لذلك العلامة الشرقاوي، قال إن في السنة أطول يوم في السنة في مكة قبله ب 26 يوم بالضبط، ده وجود استقراء. قبل أطول يوم في السنة في مكة قبله ب 26 يوم اللي يقف في مكة لا ظل له في وقت الزوال. تبص كده ده ظل راح فين؟ مش موجود، مات. وبعد أطول يوم ب 26 يوم يكون الشخص لا ظل له. حوائط في هذا الوقت لا ظل لها، وهذا هو المعتمد. وما وقع في الخطيب وما وقع في الإقناع للخطيب الشربيني خلاف المعتمد كما نبه على ذلك يعني الشيخ الشرقاوي والشيخ الباجوري والاثنين مصريين مشايخ إسلام كبار. مش عاجبك يا طيب، يبقى هو ده الظل وهو ده الفيء. وآخره نبه على أول وقت الظهر، يبقى أول وقت الظهر عايزين نعرفه نعمل إيه؟ ده الإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألف يعني أبياتا لضبط يعني مقاسات الأشخاص في أيام السنة. عندك هنا الشيخ الباجوري نقله، الناس اللي بتعمل ايه؟ ده علم يا مولانا، حافظ ولنا العلم. جه عند وقت الزوال وحط عصاية كده، راشق عصاية في الأرض عند الزوال. العصاية دي يعني عملت مثلا حوالي كام؟ عملت ظل 40. يسجل معاه يوم 17 42 سنتي. جه بعد اليوم الثاني 18، قاس 18 عملت 40 برضك. بعديه بخمس ايام فضل يقيس، بعديه لقاها مثلا بشهر، ده الظل عند الوقت ده في شهر مارس بقى 45، وبدأ يكتب ويسجل. علم تجريبي فهمنا. طب انا عايز اعرف بقى وقت الظهر ازاي بقى، كيف يدخل؟ هو الساعات الحمد لله دي اتكفتنا بفضل الله تعالى والحمد لله، ولكن لابد أن نعرف هذا لأنك ممكن حضرتك تسافر وما بقاش معك ساعة فتقع في حي صبايس. وأنا ما يعني مررت بهذه المرحلة عندما ذهبت إلى البرازيل، وطبعا ما فيش نت، ما فين وقت الصلاة؟ فين الشخص؟ هجيب عصاية. عارفين يعني عصاية؟ عصا. هجيب عصاية كده ويعني تغرزها في الأرض هكذا، أول ما تطلع الشمس هتجد الظل هنا طويل، ثم بعد ذلك يظل هذا الظل يقل إلى أن يثبت عند نقطة معينة. هيثبت عند قد إيه؟ هو الشخص ده طوله قد إيه؟ طوله متر ونص، متر يعني وخمسين سنتي. أنا كلامي مفهوم؟ مفهوم؟ الشكل الدفى نساكم. العصاية طولها متر ونص، يظل يتناقص الظل إلى أن يقف عند مثلا حوالي 30 سنتي، ثم بعد ذلك أجد الظل. هقوم مثبت 30 وكاتب معايا في ورقة 30 سنتي، ما انا حطيتها كده بقى، خلي بالك اهو انا عاملها بالسنتي وعامل على الارض بالسنتي. اول ما يزيد الظل من 30، ما هو كان كام؟ كان طالع الشخص انا طولي 170 سنتي، كان طالع حوالي 3.5 متر. تناقص الى ان وصل الى مثلا انه بقى عند الزوال حوالي 30 سنتي، ثم بعد ذلك زاد يعني بقى كام؟
بقى 31 31 يبقى صلاة الظهر وجبت. ثم بعد ذلك يبدأ يزيد 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 إلى أن يصل 170 سنتي مع 30 سنتي اللي كانوا موجودين عند الزوال، بقى طولي أنا في الظل في الخيال ده حوالي 2 متر. وكام 2 متر؟ ها، ومعايا سنتي، لأنه كان عندي الزوال 31 سنتي. خلاص، ضف عليهم الظل اللي كان موجود عند الزوال، ضف عليهم طولي 170 العصاية، ما أنا هعمل نفسي عصاية. أول ما يبقى متر 2 متر وسنتي خرج وقت الظهر. يبقى وقت الظهر من أين؟ من أول ما يبقى الشخص 31 إلى أن يصير الشخص 31 مع طوله اللي هو كان في مثالي اللي هو 170 سنتي. قال وآخره، أي وآخر وقت الظهر، إذا صار ظل كل شيء، أي شيء، سواء ظل أنا، ظل السيارة، ظل الكمبيوتر، ظل العصا التي أضعها وأغرزها في الأرض، مثله يعني مماثلا له. أنا في الحقيقة كام؟ 170. عند وقت العصر أول ما قال الله أكبر، النهاردة كان بيأذن على الساعة 3:15، صار ظل في هذا الوقت حوالي 2 متر وسنتي. بعد ظل الزوال، يعني بعد الظل الذي حصل عند الزوال، الظل اللي عند الزوال كام؟ 31، ضيف عليهم طولك يبقى كام؟ يبقى إذا صار ظل كل شيء مثله فقد خرج وقت الظهر. ولها عدة أوقات، اللي بعدها العصر صح؟ قالوا بقى صلاة الظهر ديت ليها عدة أوقات، في وقت اسمه وقت فضيلة، وفي وقت اختيار، وفي وقت جواز بلا كراهة، وفي وقت حرمة، وفي وقت ضرورة، وفي وقت عذر. يبقى كم وقت؟ 6 بالصلاة على سيدنا النبي، 6 يا مولانا. وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز بلا كراهة، وقت حرمة، وقت ضرورة، وقت عذر. 6 بالصلاة على سيدنا النبي. وليس لها وقت جواز بكراهة، ده 6 على المعتمد. في أوقات أخرى عدوها ولكنها ضعيفة، لا نتطرق لها. أول حاجة إيه باش وقت الاختيار؟ وقت الفضيلة. قال وقت الفضيلة معناه إن إيقاع الصلاة في هذا الوقت له ثواب كبير بالنسبة لإيقاع الصلاة بعد ذلك الوقت. وما هو ضابط وقت الفضيلة؟ قالوا ضابطه مقدار الأشياء المعتبرة في صلاة المغرب كما سيأتي. يعني بقدر إيش؟ بقدر الوضوء أو التيمم أو إزالة النجاسة، لابد من اعتبار كل هذا حتى ولو لم تكن موجودة، حتى ولو لم يقم بها الإنسان، والأذان والإقامة وستر بالستر العورة، أن يتجمل يلبس ثيابه ويضع مسك ويضع مش عارف إيه وهكذا، وبقدر ما يأكل وبقدر ما يشرب وبقدر ما يصلي 7 ركعات على المعتمد. كل دول مجمعناهم عملوا قد إيه؟
نص ساعة في القراءة الأولى كله بنقول نص ساعة. شوف انت هتتوضأ في قد ايه او هتتيمم في قد ايه، او لو انت عندك عذر وهتتوضأ وتتيمم لابد ان تعتبر هذا، او عندك مثلا ثوب هتغسل النجاسة هتعتبر وقت، وهكذا. كل ده هيعمل معانا قد ايه؟ حوالي نص ساعة. صلاة الظهر بتأذن الساعة كام على سبيل المثال؟ الساعة 12 بالضبط، مثال 12 بتبدأ الساعة 12. الساعة 12 بدأ وقت الفضيلة، 12 ونص خرج وقت الفضيلة. يعني الصلاة من الساعة 12 ل 12 ونص لها ثواب أعلى على الصلاة 12 ونص ودقيقة. يعني إيه؟ يعني لو أنت هتصلي من 12 ل 12 ونص هتاخد 1000 حسنة، هتصلي من 12 ونص لما بعدها هتاخد 500 حسنة. يبقى اسم وقت الايه؟ فضيلة. يعني وقت يفضل ايقاع الصلاة فيه بالنسبة لايقاع الصلاة فيما بعد ذلك الوقت. يبقى ده اسم وقت يا مشايخ، وقت فضيلة. وقت اختيار، وقت اختيار يعني يختار ايقاع الصلاة في ذلك الوقت، ويدخل وقت الاختيار بأول الوقت مع التكبير. الله أكبر للأذان يدخل وقت. يعني إيه؟ يعني الساعة 12 دخل وقت الفضيلة ووقت الاختيار. وسموه وقت اختيار ليه؟ قالوا لأنه يختار إيقاع الصلاة فيه بالنسبة لما بعدها، أو لأن سيدنا جبريل اختار أن يصلي في ذلك الوقت عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستمر وقت الاختيار معنا. العصر بتأذن الساعة كام؟ 3 وكام؟ و10. أنا هصلي فأدي إيه؟ الأربع ركعات الظهر في 4 دقائق أقل ما يمكن، وهتوظف قد إيه؟ هتوظف في دقيقتين، يبقى 6 دقائق. يستمر وقت الاختيار إلى أن يبقى من صلاة الظهر 6 دقائق، 6 دقائق. فإذا انكسرت الست دقائق انتهى وقت الاختيار، ودخلت فيما يسمى بوقت آخر وهو وقت الحرمة. يعني وقت يحرم تأخير الصلاة إليه، مع إن إيقاع الصلاة في ذلك الوقت واجب، إلا أنه يحرم تأخير الصلاة إلى قدر زمني لا يسع إيقاع الصلاة بشرطها. طب وعندي وقت اسمه وقت عذر، وهو وقت العصر لمن أراد أن يجمع الظهر معها. ولذلك أنا أسافر ومش أصلي الظهر، نويت إن أنا أصلي الظهر والعصر في وقت العصر، صار وقت العصر وقت للظهر، يبقى ده اسم وقت إيه؟ وقت عذر، وقت سببه العذر وهو السفر. عندي وقت يسمى وقت جواز بلا كراهة، يعني وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه بلا كراهة. يدخل إمتى؟ قالوا يدخل بأول الوقت، ويخرج قبل آخر الوقت بقدر يسع الصلاة مع شرطها. يعني من الآخر كده الاختيار والجواز بلا كراهة يدخلان معا ويخرجان معا، لكن من جهة أنه يجوز إيقاع الصلاة فيه يسمى هذا الوقت وقت جواز بلا كراهة، ومن حيث أنه يختار إيقاع الصلاة في ذلك الوقت يسمى وقت اختيار. ومن حيث البداية متحدان، ومن حيث النهاية في صلاة الظهر أيضا متحدان. الحصيلة ايه؟
إن وقت الاختيار وقت الفضيلة وقت الجواز يدخلون معا بأول الوقت الساعة 12 12 ونص يخرج وقت الفضيلة ويستمر معي وقت الاختيار وقت الجواز بلا كراهة إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسع الصلاة مع الشرط 6 دقائق مثلا بقي 6 دقائق خلاص خرج وقت الجواز وقت الاختيار طب كسر الوقت ولم يبقى إلا 5 دقائق وحوالي 59 ثانية لأني مش عارف أصلي فيهم مش هيكفي 59 ثانية الخمس دقائق والتسعة وخمسين ثانية لإيقاع الصلاة يبقى دخل وقت الحرمة طب انت في وقت بيسموه وقت ضرورة ايه هو قال له المرأة الحائط اذا طهرت قبل في وقت الظهر قبل اذان العصر بقدر تكبيرة فهذه الصلاة التي طهرت فيها بقدر تكبيرة على سبيل المثال تجب عليها أن توقع الصلاة بعد طهرها يعني لازمت في ذمتها مش واجب أنها تصليها الآن لازمت في ذمتها بل اسم وقت إيه؟ وقت ضرورة قالوا عنه بأنه وقت زوال الموانع بحيث يبقى من الوقت ما لا يسع إيقاع الصلاة فتكون لازمة في ذمة من خلى من الموانع يبقى ده اسم وقت إيه؟ وقت ضرورة وتخلي بالك ده لو حصل في وقت العصر بحيث إن المرأة قد طهرت قبل وقت المغرب بدقيقة وجبت عليها العصر والظهر يعني ما تكبيرة الإحرام الله أكبر قدر تكبيرة الإحرام دقيقة يعني تقريب زمني طيب انتهينا من هذا لحظة واحدة والعصر خش على العصر يا مولانا رحمه الله سبحانه وتعالى والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثلين وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس بس انتبه والعصر كان الأولى أن يقول فالعصر ليه قالوا لأني مفيش فاصل ما بين الاتنين خروج وقت الظهر فورا بلا مهلة يدخل وقت العصر مفيش ما بينهم فاصل يعني ايه يعني أول ما بيبقى ظلي 2 متر لا 2 متر ايه مش انا قلت ان انا 170 حط عليهم 30 ودقيقه يبقى كام 2 متر 2 متر و 2 سنتي طيب تحول من 2 متر و 2 سنتي الى 3 ب 2 متر و 2 سنتي وملي الملي ده هو ده وقت العصر طب الاتنين سنتي الاتنين متر واتنين سنتي دول ايه ده وقت الظهر طب اتنين سنتي اتنين متر واتنين سنتي وملي ادنى زيادة العصر مباشرة يبقى كان ينبغي ان يعبر بالفاء التي تفيد العقبية يعني هذا عقب هذا مباشرة بلا فاصل نبه على ذلك المحقق الباجوري والعصر لغة الدهر عصر يعني إيه والعصر إن الإنسان لفي خسر يا ربنا أقسم بالدهر أقسم بالزمن واصطلاحا الصلاة المخصوصة التي تفعل في هذا الوقت ولها أسماء منها الوسطى ومنها البردي البرد لأن من صلى البردين دخل الجنة يبقى البردين مفردة إيه برد وسميت الصلاة بذلك بالعصر قالوا لتناقص ضوء الشمس فيها ده ابن حجر الهيتمي بيقول كده
بيقول ان ضوء الشمس بيتناقص 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 الى ان يزول، كما ان الميه بتكون في الثوب يظل يعصر 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 لغايه ما يتناقص الماء تناقص الماء تناقص الماء الى ان يذهب والى ان يفنى. فكذلك هذا الضوء يتناقص 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 كالعصر، كانه يعصر، كان هذا الضوء يعصر 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 يعصر, يعصر الى ان يذهب الضوء، كما ان الثوب يعصر 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 الى ان يذهب ما فيه من ماء. وده افضل من يعني تعريف غيرهم بغير هذا. اول وقتها الزياده، يبقى الزياده اللي هي المل دي اللي احنا ذكرناه، الزياده ديت من صلاه العصر مش من الظهر على المعتمد. واول وقتها الزياده، قال لا ده على حذف مضاف، وقت الزياده مش الزياده نفسها، ده الوقت الذي تحدث فيه الزياده هو اول وقت العصر، هذا على المعتمد كما ذكر ذلك المحقق الباجوري. ظل الشيء مثله، يعني ايه بقى ظل الشيء المثل؟ قالوا ظل الشيء المثل زي ما انا ضربت لكم بالظبط، انا بقيت كام؟ انا بقيت 2 متر مع ظل الزوال يبقى كام؟ 30 31، يبقى بقيت 2 متر وكام؟ 31 سنتي، والزياده اللي هي 1 ملي. يبقى هنا في كلامه على ظل المثل تكتب جنبه مع زيادة الظل الموجود عند الزوال إن وجد، بس كده. الزوال مراد الاستواء، الظل اللي موجود عند الاستواء. وآخره يعني آخر وقتها في الاختيار، يعني آخر هذا الوقت في الاختيار إلى ظل المثلين. لأن خلي بالك هنيجي نتكلم في الآخر ونقول عندنا وقت فضيلة ووقت اختيار. وقت فضيلة يعني بحدود ما يعتبر في صلاة المغرب، يعني تقريبا كده اهو نص ساعة. العصر بيأذن كام؟ 3:15، 4:15 انتهى وقت الفضيلة. طب وقت الاختيار، وقت الاختيار يدخل الساعة 3:15 بأذان العصر، وينتهي متى؟ إذا كان ظلي أنا يساوي مثليني مع ظل الزوال. أنا طولي 170، حط عليهم 170 يبقى 3 متر و40 سنتي، مع ظل الزوال 31 يبقى كام؟ يبقى 3 متر و71 سنتي. فإذا بلغ ظلي 3 متر و71 سنتي خرج وقت الاختيار. واضح؟ ما حدش بقى يقول على مقاسي. وينتهي إلى ظل المثلين مع ظل الزوال، دي وإحنا خلصناها. وفي الجواز، يبقى احنا هنا خلصنا وقت الايه؟ الاختيار. وهنا وقت الجواز، وقت الجواز يعني يصدق على وقت الجواز بكراهة ووقت الجواز بغير كراهة، لأن العصر فيها نوعين من وقت الجواز، وقت جواز مع الكراهة ووقت جواز مع عدم الكراهة. هذه العبارة صادقة بالاثنين وتحمل على الاثنين، وفي الجواز يعني وفي وقت الجواز بكراهة وبغير كراهة يستمر إلى غروب الشمس، مش إلى غروبها يعني إلى انتهاء، لا يعني إلى أن يبقى من وقت العصر ما لا يسع إيقاع الصلاة مع الشرط. يبقى إلى غروب ديت بيقولوا عليها فيها مسامحة. ليه؟ لأن وقت الجواز، وقت الجواز بغير بكراهة
يمتد إلى أن يبقى من الوقت ما يسع إيقاع الصلاة مع الشرط. خلينا كده في الدقة. ابن قاسم الغزي حمل هذه العبارة على الجواز بكراهة، مع أنها كما يقول المحقق الباجوري صالحة لأن تحمل على الجواز بكراهة والجواز بغير كراهة. والمراد بالغروب غروب الشمس، يعني الغروب التي لا تعود الشمس فيه مرة ثانية، لأنها ممكن حضرتك تغرب ثم بعد ذلك تعود إليك. تغرب إزاي وترجع إزاي؟ الغمام يغطيها ويقبل عليك الليل، ثم بعد ذلك تجد أن هذه الغمامة قد انقشعت من عن الشمس وعاد النهار كما كان. فيقصد هنا من احنا بنتكلم عن، وهذه المسألة حصلت في عهد سيدنا عمر، أنها غربت ثم عادت إليهم مرة ثانية. غربت يعني باعتبار نظرهم وباعتبار اطلاعهم، ولكن في الحقيقة ما غربت، وإنما يعني عليها غيوم زي ما تقول كسوف، كسوف كلي. لا كسوف كلي، كسوف كلي يعني إيه؟ القمر حالة دون رؤيتها، وقف قدامها كده أصبح المكان كله مظلم. فإذا غاب هذا الكسوف عادت الشمس مرة ثانية. طب افرض إن أنا كسفت وأنا ما أعرفش، أنا بصيت لقيت الليل دخل وبقت الدنيا ظلم، قلت الله أكبر أما صلي المغرب، صليت المغرب، ثم بعد ذلك انقشع هذا الكسوف، الصلاة اللي أنا صليتها دي معتبرة؟ لا، لا عبرة بالظن البين خطأ. أمال الصلاة دي تتحسب إيه؟ لو كان عليك صلاة مغرب فائتة هذه الصلاة تحسب عن هذه الصلاة. طب معليش والحمد لله أنا موفي مع ربنا، هتحسب لك نافلة. طب ولو أنا افطرت، أنا أول ما شفتك أنا كنت في رمضان، ده ضلمت الحمد لله، شربت وكلت وكلام من ده، وبعد ما كلت لقيت الشمس عادت كما كان. طب ليه بقى يعني كده؟ ده أنا كلت يا مولانا وشربت الشاي كمان، واخد بال حضرتك، وشاي كان شاي يعني شاي حلو يعني. هل أقضي ولا مقضيش؟ اختلف علماء الشافعية في ذلك على رأيين، المعتمد أنه يقضي، المعتمد أنه يقضي. ليه؟ لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. طب وإحنا بنقول الكلام ده هو ده هيوجد، وحتى لو لم يوجد الصناعة الفقهية هكذا تطبيق القواعد، ولها ستة أوقات. ها معانا بقى كده، وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز بلا كراهة، وقت جواز بكراهة، وقت عذر، وقت ضرورة. يا صلاة النبي أحسن. نقول تاني، وقت حرمة يبقى سبعة، صح كده؟ انت فايق معانا اهو، يبقى سبعة بقى من الستة. يبقى وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز بلا كراهة، وقت جواز بكراهة، وقت ضرورة، وقت عذر، وقت حرمة، يبقى سبعة. وقت فضيلة خلاص عرفناه، يبدأ الساعة كام؟ يبدأ الساعة مع الأذان مع دخول الوقت، وينتهي بعد دخول الوقت بنصف ساعة. وسمي وقت فضيلة لأن إيقاع الصلاة في ذلك الوقت يفضل وله ثواب بالنسبة لإيقاعها بعد ذلك الوقت. وقت اختيار يعني وقت يختار إيقاع الصلاة فيه في ذلك الوقت، ويخرج بأن يكون ظل الشيء مثليه مع زيادة الظل الموجود عند الاستواء.
وقت جواز، يعني يجوز إيقاع الصلاة فيه بلا إثم وهو بلا كراهة. طب هيدخل إمتى؟ هيدخل مع وقت الاختيار ومع وقت الفضيلة، فالثلاثة يدخلون معا، وقت الفضيلة، وقت الاختيار، وقت الجواز بلا كراهة. عندما يصل الظل إلى يعني مثلين يخرج وقت الاختيار ويبقى وقت، لا وقت الجواز، لا انتوا مش معانا. صلوا على النبي. مع الساعة كام النهاردة؟ بيأذن العصر الساعة 3:15، الساعة 3:15 هيدخل وقت الفضيلة ووقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة. 3:45 دقيقة يخرج وقت الفضيلة ويستمر وقت الجواز بلا كراهة ووقت الاختيار. الساعة 4:30 مثلا، يعني الظل كان مثلين، يخرج وقت الاختيار ويبقى معي وقت الجواز. الساعة 5 الشمس احمرت، القرص احمر، خرج وقت الجواز بلا كراهة ودخل معي وقت الجواز بكراهة. عند احمرار اصفرار الشمس كيعني لون الورص، نبات يصبغ به الشعر، ويستمر وقت الجواز بكراهة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع إيقاع الصلاة مع شرطها. طيب نقص الوقت، دخل وقت الحرمة، زال المانع قبل يعني غروب الشمس بقدر تكبيرة، كانت حائض، كان مجنون وربنا عفى عنه وعقل، أو كانت حائض وزال عنها المانع قبل يعني غروب الشمس بقدر تكبيرة، يبقى إيه اللي حصل؟ وجبت عليها صلاته وعليه كذلك العصر والظهر. لماذا؟ لأن الظهر تجمع معها وهي في الوجوب سيان. طب وعندنا وقت تاني اسمه وقت العذر، اللي هو ايه؟ الوقت الظهر لمن أراد أن يجمع فيه العصر جمع تقديم. يبقى دي كان بقى نوع، هذه السبعة هو بالصلاة على سيدنا رسول الله. ثم علماؤنا تكلموا هل هذه الصلاة هي الصلاة الوسطى أو ليست هي الصلاة الوسطى، فيها كلام طويل، والراجح أن هذه الصلاة هي الصلاة الوسطى، لأنه في قراءة لصحة الحديث فيه، وقراءة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: حافظوا على الصلاة، والصلاة الوسطى صلاة العصر. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر. فأصبح هي بدل من الصلاة، بدل تفسير. لكن في قراءة أخرى كما يقول المحقق الباجوري: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالعطف. قالوا هذا العطف إنما هو عطف تفسير. ولماذا حملنا على عطف التفسير؟ حتى نجمع بين هذه الرواية وبين بين هذه القراءة وبين القراءة الأخرى. إيه؟ ما القراءة الشاذة في قوة خبر الآحاد ويجوز الاحتجاج بها. لا وعندي جيراننا كمان. إيه أنت ما قريتش تميت؟ أمال أنتوا استدلتوا إزاي؟ ده أنتوا استدلتوا بالقراءة الشاذة، الشافعية استدلوا بالقراءة الشاذة. هات كده الشيخ الباجوري، هات يا مولان، ثانك يو. لغة الكفار؟ ظهرت يا مولانا، ظهرت، اظهر وبان عليك الأمان. ما أنا برمي برضك عشان أفهم.
أي وقراءة عائشة رضي الله عنها وإن كانت شاذة. ده المحقق البجوري قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، أورده الطبري في التفسير. والذي في شرح الخطيب أنها قالت لمن يكتب لها مصحفا اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر، ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلهما روايتان، لكن الرواية الأولى اللي هي إيه والصلاة الوسطى صلاة العصر صريحة، اللي هذه الرواية في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلتحمل الرواية الثانية وهي والصلاة الوسطى وصلاة العصر على أن العطف للتفسير، وإن كان ظاهره يعني ظاهر العطف المغايرة، حتى استدل به على أنها غير العصر. وقيل إنها الصبح قلة التضعيف. ليه يا مولانا للصبح؟ قال ما أنت ما قريتش بقية الآية وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فيها. وما هي الصلاة التي يقنت فيها؟ هي صلاة الصبح. فرد بقى الرأي الأولاني قال له إيه؟ قال له ما أنت شو واخد بالك، أصل القنوت هنا مش معناه الدعاء، ده معناه العبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا. لكن القراءة الشاذة، لا، القراءة الشاذة عندنا حج، واستدللنا بها في مواضع شتى. فين التمهيد للإسنوي؟ حد معاه التمهيد؟ لا حد معه تمهيد إساي. طيب حد معاه جمع جوامع؟ طب حد معاه جمع من غير الجوامع؟ لا، القراءة الشاذة عندنا حجة واستدللنا بها في أكثر من موضع. استدللنا بها على أنه تقطع يد السارق اليمنى لقراءة في ذلك، والسارق والسارقة فاقطعوا في القراءة الشاذة أيمانهما. عملنا بهذه الرواية. طب يا سيد هات البجوري الجزء اللي فيه السارقة. الجزء الرابع هيتكلم على هذا، لكن احنا موجودة عندنا القراءة الشاذة. يقول لك لا ابو حنيفة ولا عمل بها. يا راجل ازاي يعني؟ والمحقق البجوري ده حنفي؟ ندي كل حاجة حقها. وتقطع يد السارق بثلاثة شروط، ماشي، أن يكون بالغا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار خالصا من حرز مثله، وشرط الملاحظة لا ملك فيه وشرط طاي في مال المسروق منه، وتقطع يده اليمنى اهي ولو معيبة أو زائدة أو عرض طاي. ده ما جابش كمان الدليل عليها. وقرئ شاذا فاقطعوا أيمانهما. الشيخ البجوري والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج. تاني اللي عايز يكتبها في البجوري أهو، وقرئ شاذا فاقطعوا أيمانهما والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها.
خد يا مولانا اقراها عشان ما تقولش شيخك بيقول حاجة. اهي خد يلا. ضيعت لنا يا عم الحاجات الساعة بتاعتنا. طيب حتة حلوة كده. يبقى القراءة الشاذة كالخبر الواحد في الاحتجاج بها. مين اللي قال الكلام ده؟ المحقق البجوري. طيب عندك ايه في اللي بتقرا بتقول ايه؟ بيقول هات التمهيد. ترجح ما قلته. ما قلته انا؟ هات. طب ما تقرا. امسك الميكروفون. اقرا. ها. قال الاسلامي في التمهيد: القراءة شاذة كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هل تنزل منزلة الخبر أم هل تنزل منزلة الخبر؟ هل تنزل منزلة مش هي اللي هتنزل يا مولانا؟ هي تنزل يعني ينزلها الفقيه والمجتهد منزلة الخبر في الاحتجاج ووجوب العمل بها. هنقرأ التمهيدين إن شاء الله. يلا. والصحيح عن الآميدي وابن الحاجب أنه لا يحتج بها، ونقله الآميدي عن الشافعي رحمه الله. لأن هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا أصل هي، استحملوني، هي رويت على أنها قرآن ولم تروى على أنها خبر واحد، وبطلت قرآنيتها فلا يصح أن تكون كخبر واحد لأنها لم تنقل على أساس أنها خبر واحد. ده الكلام ده من حفظه من 30 سنة من البحر المحيط. يلا. وقال إمام الحرمين في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعي لأن الراوي لم ينقلها خبرا، والقرآن يسلم بالتواتر لا بالآحاد. بارك الله فيك. يلا كمل. هو ده رأيه، خلي بالك، ده بقول لك الظاهر من مذهب الشافعي، ولكن مش ده اللي انحط عليه كلام المتأخرون، وبدليل الشيخ البجوري اهو بيقول لك وهي كالخبر الواحد في حجة وهكذا. آه. وقال أبو حنيفة رحمه الله يحتج بها. آه ماشي. وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعات. وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الإمام، ذكر ذلك في الكلام على قوله عليه السلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. اتقنوا. ها كمل. وفي غيرها أيضا قال الإسنوي: وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي. الله، هي دي كل اللي بيقول ده خلاف مذهب الشافعي. كل الكلام ده كلام نظري، لكن الإمام الإسنوي نزل جوه، نزل في الفقه، وجد إن كلام الفقهاء الشافعية على أنها كخبر الواحد في الاحتجاج. كمل يا مولانا، إن البحث رائع جدا. وما قالوه جميعهم خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه. الله. وخلاف قول جمهور أصحاب الإمام الشافعي. لا، ده هي خبر زي الخبر الواحد ويحتج بها ويفسر بها الأحكام ودليل من الأدلة ويجري عليها ما يجري على خبر الواحد. فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي. بس هو بقى بيتتبع ايه؟ بيعمل ايه؟ بيتتبع كلام الشافعي. شوف الشافعي قال ايه وهو ماشي مع الشافعي. عميق ده، ألف كتاب المهمات. مطبوع 10 مجلدات، ولكن طبعته يعني رديئة أكثر من تصحيف التوراة. توراة مصحفة ومحرفة. والله عمل واد وهابي عليه من الله ما يستحق، لدرجة أنني كان العلماء زي الشيخ الخطيب وزي السيوطي كان ينقل عبارة المهمات، أذهب إلى المهمات أصحح الكتاب من عبارة الشيخ السيوطي. كمل. يقول لك مثلا: والعاري، يكتبها هو والغاوي. والله أنت الغاوي يا شيخ. وقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة، ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الحج. وجزم به شيخ أبو حامد
في الصيام وفي الرضاع، والموادي في الموضعين أيضا. الله، بص كل دول شفعية. إيه؟ مش شفعية أصول، ده شفعية فروع. ده بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الصناعة الفقهية، ومنها اعتمدت الصناعة الأصولية في هذه المسألة. وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع، والموردي في الموضعين أيضا. الله. والقاضي في الموضعين من تعليقته. القاضي مين؟ قاضي حسين، له كتاب اسمه التعليقة، طبع جزء منه في مجلدين، ربنا يسهل يطبعه الباقي. والقاضي في الموضعين من تعليقته، أحدهما الصيام والثاني في باب وجوب العمرة. يا سلام. والقاضي حسين في الصيام، والمحاملي في الأيمان. المحاملي احنا سمعناها كده من الشيخ. والمحاملي في الأيمان. وابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض على ميراث الأخ للأم. وجزم به الرابع. ابن يونس ده اسمه غنية الفقيه، شرح التنبيه، وحقق كرسالة علمية عندي كاملا. كمل. وجزم به الرافعي في باب حد السرقة، والذي حد السرقة اللي احنا ذكرناه فين؟ الشيخ الباجوري نقل منه في حد السرقة. فاقطعوا أيمانهما، لأن القرآن قال إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أنهي واحدة بقى، اليمين ولا الشمال؟ مطلق، ولكن القراءة الشاذة جاءت وفسرت. المقطوعة من ما هي؟ اليمنى أم اليسرى؟ لا، اليمنى. الذي وقع الإمام الحرمين، فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجاب التتابع في كفارة اليمين. لا، أنه هو تكفرت اليمين خلاص بقى، عشان هو أتكلم في سيدنا الإمام النووي، وإحنا مش هنقبل هذا. كويس، أجاد وأفاد، ويعني صنع بحثا عظيما. لكن أول ما يخش بقى وتظهر بقى الحاجات التانية مع سيدنا الإمام النووي، يعني مش عايزين. انتفعنا بالكل وأخذنا من الكل. خلاص يا مولانا، ما تعترضش. وأنا تبت عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال بعد ذلك، يبقى خلصنا من صلاة الصلاة الوسطى، وقلنا صلاة الصلاة الوسطى عند الشافعية هي صلاة العصر. قال بعد ذلك خمسة والمغرب. قال والمغرب ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. طيب تمام. المغرب اسم لغروب، للغروب. مغرب جاي منين؟ مغرب ده مصدر ميمي، يصلح للزمان والمكان والحدث، يعني الحدث من الغروب. والغروب ده معناه ايه؟ يعني معناه غروب الشمس في اللغة هكذا. لكن الغروب، ثم بعد ذلك تجب صلاة المغرب بعد الغروب. يبقى العلاقة بين الغروب وبين هذه الصلاة علاقة، هي علاقة المجاورة، لأنه هي بتغرب، يعني بتنتقل 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 وتزول. الصلاة بتجب هنا ولا بتجب عندما تتكامل غروبها؟ لا، عندما تتكامل غروبها. يبقى ده اتسمى الشيء باسم الشيء لمجاورة بينهما. يبقى المغرب اسم للصلاة المخصوصة التي تفعل عقب وقت الغروب. فالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي علاقة المجاورة. ووقتها واحد، يعني ووقت صلاة المغرب واحد لا تعدد فيه، وهو غروب. هو في الغروب ولا عقب الغروب؟ عقب الغروب. ولا عقب وقت الغروب؟ عقب وقت الغروب. يبقى هنا على حذف مضافين، تقول عقب وقت الغروب.
الله، لا ده احنا فهمنا الحدوته كلها كده. واستدل علماؤنا على ذلك بأن جبريل عليه السلام عندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جاءه في اليوم الآخر فصلى المغرب في بعد الغروب مباشرة، ثم جاءه في اليوم الثاني فصلى المغرب أيضا عقب غروب الشمس. فاستدل الشافعي في الجديد على أن وقت المغرب واحد لا تعدد فيه، فليس لها وقت فضيلة ولا وقت اختيار ولا وقت جواز، هي وقت واحد فقط لا تعدد فيه. ولذلك قال أبو شجاع: ووقتها واحد وهو عقب وقت الغروب. ويقصد هنا بالغروب يعني غروب كامل القرص، فلو غرب بعضه وبقي بعضه لم يدخل وقتها، ولا بد من زوال كما قال علماؤنا، ولا بد من زوال الشعاع من رؤوس الجبال. أعرفها إزاي؟ قال له بقى هي الشمس ذهبت وراء الجبل. طب هي بقى دلوقتي غربت ولا ما غربتش؟ قال له خلي بالك كده فوق الجبل، إذا لم تجد شعاع فوق الجبل يبقى هكذا دليل على أنها قد غربت، وجدت شعاعا يبقى لم تغرب بعد. والحيطان كذلك، وذهاب يعني الشعاع، افرض ان هي غربت وذهبت وراء حائط كبير وبقي بعده شعاع يبقى هي لم تغرب بعد، ذهب الشعاع غربت. وايضا يعرف ذلك باقبال الظلام من المشرق، يعني اذا اقبل الظلام من المشرق علمنا بذلك ان الشمس قد غربت. فإن لم يكن هناك حائط ولا هناك جبل، كان عند مية، لما تروح اسكندرية كده وانت واقف عند بير مسعود تبص تلاقي الشمس بتنزل في المية، سبحان الله في الرؤية. أول ما الشمس تنزل في المية مش هتسخن المية الشمس بتنزل في المية في رؤيتك، خلاص تكمل نزولها في الماء، صلي مغرب، ولو انت مسافر كمان صلي عشاء، واوعى تشرب من المايه اللي نزلت فيها الشمس. لازم الدرس يبقى فيه كده شويه ملحجات صريفه خفيفه عشان انا دمي خفيف، بارك الله فيكم. طيب وبمقداري، الشيخ البجرو بيقول لك بمقدار دي خبر ثاني، خبر ثاني لقوله ايه؟ وهو بمقداري. يا سلام، الشيخ الباجوري، احنا بنقول الشيخ الباجوري ليه؟ اولا الشيخ الباجوري هو معتمد، رقم اتنين الشيخ الباجوري يتعامل مع المتن على مستوى الحرف، عبارة واضحة، هضم يعني المدارس التي قبله، اعتمده الازهر بعد ذلك. ولذلك احنا بنعتمد الشيخ الباجوري ليه؟ لانه محصلة، أتى بكل الشروح ويعني نظر فيها واعتمد ما يصلح للاعتماد، فلذلك أنا مع الشيخ البجوري. وبمقدار الباء فيه زائدة، اللاء ده الباء زائدة وهيبقى خبر ثاني، يبقى وهي مقدار الوقت الواحد، ده مقداره إيه؟ قال بمقدار يعني وبسعة وقت كذا وكذا وكذا. وقيل إن هي يعني أصلية ومتعلقة بمحذوف، يعني ويمتد الوقت الواحد بمقدار كذا وكذا وكذا. والمراد أهم حاجة انتبه أنه يعتبر ذلك الوقت لهذه المذكورات وإن لم يفعل هذه المذكورات. هذا الوقت الواحد هو وقت تقديري، وإن لم يقم بفعل هذه المذكورات التي سننص عليها بعد ذلك. ويعتبر في هذه المذكورات أيضا زمن طلب الماء، هو الماء هطلبها في قد إيه؟
ده بيتكلموا على يعني واقع اجتماعي قديم، كان لازم أن يذهب ويبحث عن الماء لكن دلوقتي الحمد لله بقدر طلب الماء، يعني بقدر ما هتفتح الحنفية ويجي لك الماء. قد ايه يعني؟ يعني خليها دقيقة. وبقدر اجتهاد في القبلة، حتى وإن لم يعني تجتهد في القبلة بأن كنت عالما به أيضا تحسب هذا الزمان وتضيفه للوقت الواحد. وقضاء حاجة حتى وإن لم تقضها، أنا أدخل الحمام، لو دخلت الحمام بعد وقت المغرب حتى أقضي حاجاتي هجلس قد إيه؟ وسط الناس يجلس قد إيه؟ يعني 3 دقائق. إن لم يكن أكل كشري ومعه شطة كتير ساعتها هيجلس في الحمام إلى وقت الفجر. زي إخوان، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه. يبقى لابد أيضا أن يحسب وقت قضاء الحاجة ووقت الأكل، مش وقت الأكل حتى يملأ معدته ويملأ حلقه ويملأ فمه، وإنما المراد بهذا الوقت يعني الشبع الشرعي، وهو بقدر ما يملأ ثلث المعدة، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما اليومين دول يعني ما بتديش ثلث الماء ولا ثلث النفس، بندخر هذا الثلث. ولذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم من التابعين يقولون ليس طعامكم الخبيث، يقصد به الطعام الذي يصل به إلى حد الشبع فوق الشبع الشرعي لأنه يؤذي. والمعتبر في جميع ذلك الوسط المعتدل من الناس، مش كل واحد مع نفسه، لا، المعتدل هيدخل الحمام يقضي قد ايه، يجتهد في القبلة في قد ايه، يأكل في قد ايه، يشرب في قد ايه، يؤذن في قد ايه، يتوضف قد ايه، يلبس ثوبه في قد ايه، يقيم الصلاة في قد ايه، يصلي 7 ركعات في قد ايه، وهكذا. في المتن بقى بيقول بقدر ما يؤذن، يعني بقدر الأذان. الأذان بيخلص في قد ايه يا مشايخ؟ يعني تقريبا في زماننا اللي من دول بيقعد يأذن 5 دقائق، يعتبر 5 دقائق كتب كده. حتى ولو كان لا يؤذن، حتى ولو كان يعني في حق المرأة التي لا أذان لها أصلا، لكننا نعتبر هذا القدر. وبقدر أن يتوضأ أو يتيمم، أو يتوضأ ويتيمم يحسب الثلاثة مع بعض. ولذلك قال العلامة البجوري ولو قال يتطهر لكان أحسن وأولى، لأنها تطهر تشمل الغسل وتشمل التيمم ويشمل إزالة النجاسة ويستر العورة. ولو قيل وبمقدار ما يلبس الثوب لكان أولى، لأن الثوب هيشمل إيه؟ هيشمل الثوب الذي يستر العورة وهيشمل الثوب الذي يلبسه الإنسان فوق العورة حتى يتجمل، لأن التجمل للصلاة مطلوب لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبقدر ما يقيم الصلاة حتى وإن لم يفعلها بالفعل، حتى وإن لم يأتي بها بالفعل، يبقى قدر الإقامة قد إيه؟ دقيقتين، احسب معاك. وبقدر ما يصلي في المتن يقول 5 ركعات، هذه طريقة مرجوحة، والراجح الذي رجحه الإمام النووي بقدر ما يصلي 7 ركعات، اللي هم ركعتين قبل، إلا أنه يسن قبل أن يصلي صلاة المغرب أن يصلي 2 ركعات، وحديثها في صحيح البخاري. ويصلي صلاة المغرب أدي 3، يبقى كام؟ 5، و2 بعدية يبقى 7 ركعات، ذكرها الإمام الجويني واعتمد ذلك الإمام النووي. 7 ركعات دولت بيتعملوا في قد إيه؟ بيتعملوا في 7 دقائق، نحسب 7 دقائق معانا. فلو انقضى، يبقى بعد كل ده طلعت معانا قد ايه؟ طلع معانا 30 دقيقة. المغرب بتأذن الساعة كام يا مشايخ الإسلام؟ 6:30، يعني حوالي الساعة 5
وأربعون دقيقة في هذا اليوم. تخلص يخرج الوقت على القول الجديد الساعة كام؟ 6:10. لا 6:10، آه صح 6:10، 30 دقيقة. طب أنا صليت المغرب بعد الساعة 6:10، كانت قضاء وأنت آثم فيها. فلو انقضى الوقت المذكور خرج وقت الصلاة وصارت الصلاة وصارت الصلاة قضاء. طب ومن 6 إلى 6:10 إلى أذان العشاء، هذا الوقت ليس من المغرب وليس من العشاء، بل هو كالوقت الذي بين طلوع الشمس وبين الزوال، ليس وقت الصلاة. ده مذهب الشافعي الجديد، وهذا هو الجديد، وكما يقول الأصحاب هو مرجوح. والراجح، انتبه، أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. والراجح أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو الذي ذكره الشافعي في القديم، وهو من المسائل التي يفتى بها بمذهب الشافعي في القديم. وعد العلماء ذلك 17 مسألة، بل ذكر المحققون أن هذا القول أيضا قول جديد وليس قول قديم فقط، لأن الشافعي ذكره في كتاب الإملاء وعلق القول به على صحة الحديث، وقد صح الحديث في صحيح مسلم، فليكن أيضا قولا جديدا كما ذكر ذلك المحقق. وهو حديث صحيح مسلم بيقول وقت المغرب ما لم يغب الشفق، والشفق متى أطلق فإنه يحمل على الأحمر، كما ذكر الإمام الأسنوي ذلك في التمهيد وفي المهمات، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، ولها 7 أوقات. وقت على الجديد، على القديم وعلى الجديد الذي ذكره الشافعي في كتاب الإملاء، وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، وقت جواز بكراهة 4، وقت ضرورة 5، وقت عذر 6، وقت حرمة 7، 7 في الخير إن شاء الله. يبقى وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، وهذه الثلاثة تدخل معا وتخرج معا. 5:45 يدخل وقت الفضيلة، ويدخل وقت الاختيار، ويدخل وقت الجواز بلا كراهة. الساعة 6:10 على سبيل المثال تخرج الثلاثة معا، ثم 6:10 إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة يخرج وقت الجواز بكراهة. طب أي من أين أتت الكراهة؟ اعتبارا للقول الذي يقول بأنه ليس لها إلا وقت واحد، ومراعاة الخلاف في مثل هذا. طب وقت الضرورة إذا ارتفعت الموانع وبقي من الوقت ما يسع تكبيرة. طب وقت العذر، وقت العذر هو وقت العشاء لمن أراد أن يجمع المغرب معه
العشاء في وقت العشاء. جميل. وقت حرمة إذا بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة مع شرطها. ثم بعد ذلك يتكلم على العشاء، والعشاء إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لأن الكلام فيها كثير.